أهالي ولاية نهر النيل، الأخ وزير الدولة لوزارة التعليم العالي، الأخ معتمد محلية شندي، الأخ معتمد محلية المتمة، الأخ مدير جامعة عبد اللطيف الحمد، الأخ مدير جامعة وادي النيل، الإخوة ممثلي مدراء جامعة شيخ البدري، جامعة دنقلة وكلية شندي التغنية، الإخوة عمداء الطلاب في جامعات القطاع، الإخوة المشرفين على النفوذ المشاركة، الإخوة أساتذة جامعة شندي، الأسر الكريمة، الإخوة وفد وزارة التعليم العالي بقيادة البروفيسور وزير الدولة، الإخوة في قطاع الطلاب، إدارة التدريب، إدارة التمويل والوفد المرافق، الأبناء الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جامعة شندي تكتمل اليوم وتكتمل زينتها بمقدمكم الكريم مشاركين ومؤازرين في ختام فعاليات منافسات القطاع الشمالي ضمن فعاليات مهرجان الإبداع الطلابي الخامس بشعاره الوساق والطموح الطلاب أمل المستقبل. هذه المنافسات المؤهلة للمشاركة القومية في المهرجان تشرفت جامعة شندي باستضافتها في الفترة من 22 إلى 25 من هذا الشهر، حيث أعددنا العدة باكرا لإيفاء هذا الحدث ما يستحق، وخرطت الجامعة كلها إدارات وأساتذة وموظفين وعمال كخلية نحل تعمل ليل نهار لتهيئ البرنامج والمكان والضيافة للوفود المشاركة تنافسا شريفا بغايات كبيرة أدناها طموحات الفوز. ولقد وجدت الجامعة في استعداداتها تلك السند والرعاية من حكومة ولاية نهر النيل بقيادة الأخ والي الولاية، وما بخل الوالي ولا بخلت الولاية، حيث كون الأخ الوالي مشكورا لجنة عليا للمهرجان وباشر رئاستها بشخصه الكريم، فكانوا نعم السند وكانوا نعم الراعي. ونشكر الإخوة معتمد محلية شندي والأخ معتمد محلية المتمة بتكوين لجان على نطاق المحليات، فكانوا أيضا خير سند وخير عون. كما أنه كان لمجتمع محلية شندي لمحليتي شندي والمتمة وقفات مشرفة شكلت سندا وعونا كبيرين للجامعة في هذه الفعالية. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة في الأجهزة السياسية والقومية والشرطية وقفتهم معنا في إنجاح هذه الفعالية. ولقد كان للطلاب دور فاعل في كل اللجان، حيث انخرطوا صفا واحدا مع أساتذتهم يجهزون ويهيئون ويترهبون لزملائهم الضيوف وإداراتهم. الإخوة الكرام، اجتمع أبناؤنا الطلاب من كل جامعات القطاع يتنافسون بشرف مبرزين مواهب وقدرات كبيرة في كل المجالات الثقافية والفكرية والرياضية. ثبت في النفس الطمأنينة بأن للسودان شباب حق له أن يفاخر بهم ويمنحونه الأمل بمستقبل زاهر بإذن الله تعالى. ولقد لمسنا خلال هذا الحراك الذي انتظم الجامعة في هذه الفترة تحقيقا كبيرا لأهداف هذا المهرجان الثاني المتمثلة في خلق علاقات وطيدة بين الطلاب
وتنمية مهاراتهم ومبادراتهم لتسير حياتهم جنبا إلى جنب مع مناشطهم الأكاديمية لتكتمل لوحة المستقبل بعون الله ومشيئته. إخوتي الكرام، كما أسلفت، فإن ما حققناه وحقق أبناؤنا الطلاب من أهداف في هذه الفترة أكبر وألذ طعما من الفوز. فالجسور التي امتدت والمواهب التي تفتتت تظل أكثر رسوخا وعمقا. أما فوزنا الخاص هو وجودكم بيننا وسعينا لإكرام وفادتكم. فإن وفقنا في إرضاء بعض طموحكم فلله الحمد والمنة، وإن لم نرضكم فقد غصرنا ولا ننكر ولكم العذبة حتى ترضوا. أيها السادة الكرام، لا شك أن للفوز طعمه ولذته التي لا ننكرها، فمن هنا أبعث التهاني لأبنائنا الطلاب الأعزاء في جميع جامعات القطاع، في جامعة وادي النيل وجامعة الشيخ عبد الله البدري وجامعة عبد اللطيف الحمد وجامعة دنقر وكلية شند التقنية، وأهل الضيافة والمكان طلاب جامعة شندي، أهنئهم جميعا فردا فردا بما حققوا من فوز وانتصار، وآمل لهم مستقبل أبهى وأمن. ختاما، أجزل الشكر لكل من ساند الجامعة ودعمها في هذا المهرجان ومن نوى كذلك. فوالله لم نجد أنفسنا وحيدين نتحمل مسؤولياتنا، فللنفر الكريم الذين لا أستطيع أن أحصيهم منا الشكر وخالص الدعوات بخير الجزاء من الله تعالى. كما لا يفوتني أن أشكر الأخ وزير التربية والتعليم والمعارف بولاية نهر النيل، والأخ وزير الثقافة والإعلام بولاية نهر النيل، والأخ وزير الشباب بولاية نهر النيل لوقفتهم معنا منذ الصباح الباكر، وكم كان ودهم أن يشاركون هذا الاحتفال، ولكن لظروف خاصة يقدموا اعتذارهم لكم فردا فردا، ويأملوا أن يلتقوكم في مرات أخرى. كما أسلف، فإن جامعة شندي لا تقف وحيدة في هذه الولاية. يسندنا الأخ والي الولاية ووزرائه الأعزاء، وتستضيف محلية شندي ومحلية المتمة هذه الجامعة، وإكراما لنا هم سندنا وعضدنا. بهذه المناسبة أبد نفوس الإخوة في محلية المتمة ومحلية الشندي إلا أن يخاطبوا جمعكم الكريم. فليتفضل الأخ معتمد محلية شندي مخاطبا الجمع الكريم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.